بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل طريقه الرز المعمر. ان احنا عندنا في الدقهليه بنعمله ان شاء الله بالملح، لكن طبعا فيه بلاد تانية بيعملوه بالسكر، فهي طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو يا ريت شير ولايك وسبسكرايب. يلا نبدا الفيديو. بسم الله. هنا عندي 3 معالق كبار زبده، هي طريقة سهلة جدا جدا، يعني ما فيهاش حاجة خالص. طبعا ويستحسن ان انا اعملها بدل الزبدة اعملها بالقشطة، لو عندي قشطة تبقى احسن واحسن كمان، القشطة الفلاحي. ادي كده 3 معالق كبار زبدة، ذرة ملح، يعني معلقة معلقتين مش كتير. ابدأ انا بقى ايه، ادعك كده الرز بالزبده كويس جدا او بالقشطه، هي طريقه سهله جدا وبسيطه، بس اهم حاجه تسويه الرز اهم حاجه. وانا بسويه اخلي بالي كويس جدا ان انا النار في الاول بتبقى شديده جدا، وبعدين لما وشه يتحمر ابدا ان انا اهد عليه، وان هو يغلي ابدا ان انا اهد عليه خالص، وان شاء الله يبقى جميل جدا. ادي خلاص دعكنا الملح في الزبده، هنبدا بقى نحط اللبن. بسم الله. اللبن بقى انا هوريكي معيار اللبن يبقى عامل ازاي. انا عندي تقريبا كيلو رز، وده كيلو ربع لبن، حسب الحاجه بقى هنشوف شكل الرز عامل ايه. هو اللبن مجمد عندي شويه، مش مشكله، هيفك ان شاء الله في الفرن. اهو اهو ده معيار الرز، ان هو يبقى متغطي، اللبن مغطيه خالص بالكامل اهو كده تمام. انا نسيت اقول لكم ان طبعا الرز بيبقى مغسول كويس جدا قبل ما نستعمله، وننقعه حوالي ربع ساعه، نقعه في ميه وبعدين نصفيه من الميه ونحط عليه ونعمله بالطريقه اللي احنا شفناها. ويلا بقى على الفرن بتاعنا. صينيه الرز المعمر لما طلعت من الفرن مش عارف اقول لكم، الريحه بتاعتها خطيره طبعا. استوت والحمد لله احمرت، وبعدين احنا بقى ايه نغطيها شويه كده قبل الاكل عشان الرز يطرى شويه، يبقى جميل جدا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب.